من جديد حياكم الله وحلقة جديدة وبرنامج المحتوى الهادف. وضيف اليوم الجميل المهذب صاحب المحتوى الهادف محمد العبود. حياك الله يا محمد. الله يحييك حبيبي استاذ احمد. كل الهلا بيك. الله يخليك. شلون هالناصرية؟ الحمد لله بخير. تزهو ان شاء الله. الطريق مو تعب؟ لا ماكو تعب. متعودين. اي متعود ها؟ اي متعودين على الطريق. يعني هذا بسبب صناعة هذا الـ اكيد هو يراد له تعب لكن التعب يسوى. تعب يسوى. طيب ابدو وياك من يسوى. شنو اللي يسوى بصناعه المحتوى الهادف؟ انه تشوف محبه الناس وتشوف الاثر اللي جاي انت تنطيه للمجتمع تشوفه موجود. يعني حسيت انه اكو ثمره بال اكيد تزرع تحصد. اكاديميا وين انت؟ انا خريج جامعه البصره بكالوريوس فنون جميله. بكالوريوس فنون قسم الاخراج والتصوير. قسم الاخراج والتصوير. تصور في يوم من الايام ممكن ان يصبح المحتوى الهادف مادة أكاديمية، ممكن أن يدرس في الأكاديمية، ممكن أن يصير عليها بدراسات مثل ما أكو دكتوراه بالمسرح، ماجستير بالسينما. نعم. ممكن أن يتحول إلى مادة أكاديمية ويدرس. يعني هو بشكل صناعة المحتوى الهادف ما أعتقد، لكن كصناعة المحتوى بشكل عام ممكن. لا عفوا، هو نقصد صناعة المحتوى بشكل عام. إيه ممكن. ممكن أن يتحول إلى فن ويدرس وكذا. إيه ممكن، يعني 90% ممكن أن يصير، لان جاي نشوف هسه الاقسام جاي تتطور شويه شويه. هسه جاي نشوف مثلا الذكاء الاصطناعي بدا يدخل اكاديميه. ليش؟ لان خذ رواج. صناعه المحتوى من تكون بها رواج ممكن ان تكون بعدين اكاديمي. هنا سؤال وسؤالين هسه من كلامك، انه انت استفاديت من خبرتك كخريج اكاديميه فنون جميله؟ استفاديت من صناعه المحتوى فنيا استفاديت. فنيا من خلال التصوير، المونتاج، توزيع الاضاءه. انت اللي تصور نفسك؟ انت اللي تمونتاج؟ انا كلها وحدي. كل اي وحدي بغرفتي وحدي، ماكو احد يساعد. هذا الشغل كله. ومن تكون خارج المحافظه وخارج ايضا وحدي. بعض الاحيان يعني احتاج صديق استعين به هو يصور من خلال التليفون. يعني كل عملك بالتليفون؟ ما استخدم الكاميرا او القلات؟ داخل البيت يعني انتاج واحد، وبرا واحد. برا تليفون، داخل البيت الكاميرا والاضاءه والحاسبه. يعني انت في صناعه المحتوى عندك اداتين، عندك الكاميرا داخل البيت. داخل البيت وعندك التليفون. التليفون خارج. شلون تزاوج بيناتهم؟ بعد هو الشغل يكون بالمونتاج من خلال الحاسبة. فأنا أرجع للبيت أنقل من التليفون للحاسبة وأشتغل مونتاج. أما بالبيت فمن خلال يعني هو الرام تشتغل بيه طبيعي. طيب الذكاء الاصطناعي استفاديت من عنده في صناعة المحتوى؟ حالياً لا. ممكن تحس انه هذا يشكل خطر على صناعه على هويه صناعه المحتوى؟ اي اكيد، لان جاي يطلع اشياء مو حقيقيه، الناس تعتقد انه هي حقيقيه. فاكبر ما حاولتوا انه تعالجونها في ماده تسيرونها تكتشفون عن تكلمون عنها؟ ممكن بالمستقبل، لكن هي خطره وصعب السيطره عليها صراحه. يعني هل بالامكان انه بكره يجي شخص من عرفه وهمي ولكن بالذكاء الاصطناعي ينزل المحتوى وقد ياخذ مساحه؟ اي بالضبط. صارت مع احد الممثلين الاجانب اللي واحد اجى اخذ صورته ودخلها على كلام وطلع كانه هو اللي يسولف وهو اللي يحكي، لكن بعدين الممثل قال هذا مو انا، هذا ذكاء اصطناعي. فهذا اكبر خطر للمستقبل هو الذكاء الاصطناعي. وممكن ان الذكاء الاصطناعي ينطيني ماده محتوى ويشكل خطوره. ممكن انا يعكس كلامي، ممكن انا يطلعني احكي غير كلام اللي انا رايده، اللي انت صانع المحتوى. بالضبط. وهذا زين. هذا بفكرك انتم كصناع محتوى مو شلون تواجهون هيش تطور؟ شلون تواجهونه؟ شنو نصيحتك لنفسك اولا، نصيحتك لصناع المحتوى بالتعامل مع الذكاء الاصطناعي؟ يعني انا ما اعرف شنو اللي ممكن اوجه لصناع المحتوى، لكن لازم هو المتابع يعرف انه هذا الفيديو منين جاي. يعني المتابع اللي يشوفك لازم يشوف هذا حسابك الاساسي مو حسابك الاساسي، يجي يتاكد يسالك. يعني اكو بعض الناس ما تحكم من خلال انه تشوف خلاص حكمت. هذا ما المفروض يوجه ياسس الى انه دعوه الى المتابعين؟ المفروض انه انا اعرف فيمه محمد العبودي. اكيد وبالنتيجه هذا الكلام ما يتطابق مع اخلاقيات محمد العبودي، مع محتوى اللي كان يقدمه، قد يختلف قد يتقاطع. هذا اللي يحبك ماكو مشكله، بس اللي يكرهك راح يستغل هذا الموضوع. هل تعرضت الى مساله بسبب كراهيه او كذا؟ اي هو حتى تهديدات توصل. يعني طبيعي تهديدات. اي تهديدات. يعني انت ما مقدم محتوى سيء حتى تهدد؟ انت من تنتقد؟ انا انتقد بعض الشخصيات حتى بدون ذكر اسماء، لكن التلميحات تبين انه هذا الشخص. ليش تنتقدهم؟ بسبب الاخطاء اللي جاي نشرونها. خب يعني هنا انت ما جاي تنتقد، انت جاي توجه فتح حاله معينه تقف بس عليها. بس المجتمع المتابع جاي يشوف انه هذا انتقاد.
يعني فينتقدك، انا طبيعي ينتقدني، انا صانع محتوى ويصنع راي عام، لكن هو يشوف انه هذا انتقاد خاص. فانا ما انتقد الشخص، انتقد الفكره اللي يطرحها الشخص. يعني انت ما عندك عداء شخصي لي؟ ابدا ابدا. زين بالعكس بصراحه استاذ، هل حاولت انه تستفيد من الشهره اللي حققت لك اياها، حقق لك هذا الفن لصالح نفسك، لإنجاز فت حالة معينة، فت قضية معينة خاصة بيك من خلال المحتوى؟ لا لا أبدا أبدا، ماكو أي شيء شخصي أبدا، هو كلها للمجتمع. أنا جاي أشوف الأشياء السلبية اللي جاي أصير بالمجتمع، فبداخلي أحترق، أقول لازم أحاول لو 10% أعالج هذا الخطأ. إعلاميا شنو حقق لك هذا الفن؟ محبة الناس، يعني محبة الناس، وقلت لك التأثير الإيجابي بالمجتمع. مدى الجماهيرية اللي قاعد يعيشها محمد العبود اليوم؟ يعني طبيعية. طبيعية؟ أي طبيعي. إيش قد تطن نفسك من 10 بمحتواك؟ أنت؟ أنا؟ هي. 9. 9 من 10؟ ثقة ها؟ أي طبعا. أنت تشوف محتواك يستحق الـ 9؟ أي، لأن أنا سولفت لك قبل وقلت لك أنه أنا أي شيء قبل لا أسويه أعرضه على صاحب الزمان. كيف؟ أنا بداخلي، يعني أنت تشعر بداخلك أنه صاحب الزمان راضي على هذا العمل. ثق مرات أستاذ أحمد أمسح فيديوهاته هواي، أحس أنا ما مرتاح له، الفيديو ما مرتاح له. مرات حتى أحلم أنه أكو واحد يقول لي محمد امسح هذا الفيديو. منين أجي هذا التعلق اللي عندك مع صاحب الزمان سلام الله عليه؟ بصراحة يعني أنا من كنت صغير أهلي يعني علموني شوية شوية على الدين، والدي كان ياخذني للجامع فاسمع الخطباء، اسمع اصدقائي، بعض اصدقائي يعني هواي يسولفون بصاحب الزمان، فكنت انا اسال عن شنو صاحب الزمان، منو صاحب الزمان، اجي اسال الوالد، الوالده هم اللي يجاوبوني، فشوي شوي صار عندي تعلق من الصغر بي وقت هذا. طيب في صناعه المحتوى متى بدات كبدايه حقيقيه في صناعه المحتوى؟ سنه 2020 بعد التخرج. بعد التخرج؟ بعد التخرج. بدايه شنو اللي كان الموهبه اللي بداخلك او الكذا هذه؟ كنت في عالم أنا أول الجميل. ما دخلت إلى الكلية ما كان في بالي نهائيا صناعة محتوى، نهائيا ما كان، بس شفت الشباب، يعني شفت المجتمع، يعني بس مدرسة وما شايف، فمن دخلت وشفت الجامعة، شفت البنات، شفت العلاقات، شفت اللبس، شفت دول يحتاجون واحد يحكي وياهم مثل ما أنا حكي وياي أهلي وأصدقائي ووجهوني، دول أيضا يحتاجون واحد يوجههم، فأنا بالجامعة كنت أصنع محتوى بس بالواقع، يعني اشوف واحد صناعه واقع عندك. اي بالواقع اقول له هذا خطا، هذا حرام، هذا الشيء ما يصير كذا. من طلعت من شو اسمه من الجامعه حبيت هاي المهنه، شفت اكو ناس تستقبل، ناس تستفاد، فانا قلت خلي هاي الموهبه اللي عندي خلي انقلها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي. جميل، روح فاصل ونرجع نكمل انا وياك. متابعينا في كل مكان، فاصل ونرجع واياكم والمحتوى الهادف والضيف الحبيب محمد العبودي، خليكم ويانا. كل هلا بكم، رجعنا وياكم والحبيب محمد العبودي وتكملة حلقات المحتوى الهادف لهذا اليوم. محمد، ماديا شو استفاديت من المحتوى؟ ماديا ما استفاديت. ليش باقي بي؟ لأن مو الهدف المادي. ما عندك هدف مادي؟ أبد أبد، لو عندي المادة هدف كان رحت لغير طريق، لأن يعني بهواي فلوس الطرق الأخرى. شنو هدفك من الهدف الأول اللي عندك؟ هو صار رسالة أخلاقية للمجتمع؟ هي هاي الرسالة الأولى، يعني إنه إحنا نوجه الناس أخلاقياً، ورسالة ثانية إنه إحنا نخلينا بصمة حلوة قبل لا نروح. تحس يعني إنه تحس من ممكن أن يصبح المحتوى الهادف صدقة جارية؟ أكيد أكيد أكيد. شنو؟ أكيد، لأن أنت وأنت ميت أنت أكو ناس جاي تشوف فيديوهاتك وتستفيد، فهذا كلها صدقة. بصناعتك للمحتوى أكو حسابات خاصة بيك تكون في ذهنك؟ قد تكون مثلاً مرة حسابات مناطقية إنه أنت من الناصرية، قد تكون حسابات مجتمعية إنه أنت من العشيرة الفلانية، فما هذه؟ لا لا لا، ما أفرق أنا بين أي منطقة أو عشيرة أبداً. لا يعني مثلاً ظاهرة بالناصرية مو حلوة، بس أنت لين بالناصرية تتغاضى عنها؟ لا لا أبداً، بالعكس، أكثر الأشياء اللي أنا انتقدتها هي من محافظتي ومن منطقتي بالتحديد، حتى الشخصيات اللي انتقدتها هي من محافظتي. منو من الامور اللي طرقت لها وسببت لك احراج؟ قلت لي انه تهديد او كذا وصل، ما اريد اذكرها، ولكن شنو مثلا؟ هي كانت سياسيه مثلا؟ لا لا، كانت هي يعني انتقاد لانشوده
كانت هي عبارة عن أنشودة طربية، فانتقدتها. أنا ما انتقدتها، أنا وجهت الناس يا ترى هاي اللي جاي يسمعونها وتشغلونها بأعراسكم وبكذا، هاي ترى أغنية خاف عبالكم أنشودة. فاعتقد صاحب الأنشودة إنه أنا جاي أنتقده، أي فصارت علي مشاكل. ما حاولت أن تعالج هذا الموقف؟ لا، بس يعني من خلال يعني الناس اللي تحبك هي اللي تحكي عنك. طيب أي. الآن هذه كامرتك، شو تقول للجمهورك متابعينك حول محتواك حتى يقرونك صح؟ شو تقول لهم إذا تيجي تقصيهم حتى ما تقع بهذا الأمر مرة ثانية، حتى لا يحملونك محمل سلبي؟ يعني أنا كل الأشياء اللي جاي أقدمها هي من مصلحتكم، من فائدتكم. لا عندي هدف مادي، لا عندي أحد يدفعني، لا عندي أهداف أخرى. حتى الأشخاص اللي أنا أنتقدهم ثق بالله أحبهم. يعني أنا الشخص انتقدت راسلته وقلت له ترى أنا أحبك بس اعذرني لأن هذا الشيء لازم أحكي. تقبل هو من عندك هذا الموضوع؟ ما جاوبني بصراحة. ها ما جاوب؟ ما جاوب. ربما السكوت علامة الرضا يعني. لا، وصل لي خبر يقولوا لي بأنه على أساس أنه أنا واحد دافع لي. ها لذلك هو احنا نريد نبين انه انت ما عندك دوافع، فقط الدافع المصلحة العامة واللي انه تريد تكون الامور بنصاب معين. أكيد. زين، ما تتصور انه قد تكون انت قراءتك من زاويتك مختلفة عن زاويته؟ انت في زاويتك هذه الرؤية تشوفها بها ضبابية، هو في زاويته الرؤية واضحة. شلون تعالج ايش موقف؟ يعني انا تكلمت من جانب مرجعي. انا رحت سألت عن الموضوع، يعني انا مو كيف، مو رأيي الشخصي فقط. أنا رح سألت بعض المراجع، بعض الشخصيات اللي هي ثقات بالمجتمع. من خلال سؤالي عرفت الجواب، وأنا طرحت وايد أشياء. في كل محتواك تحاول أن تسأل قبل أن تطرح. طبعاً بالمواضيع الحساسة، مثل المواضيع الحساسة خاصة إذا بيها موضوع حلال وحرام، مواضيع عقائدية لازم أسأل أهل الاختصاص. طبعاً تعرضت إلى مواضيع الحلية والحرمة والكذا، هاي الأشياء. أي ننقلها نقل، يعني إحنا ما نحلل ونحرم، إحنا ننقل. حتى من أجي أقول الرأي المرجع الفلاني ورأي المرجع الفلاني كذا. طيب أنقل رأيي. وظيفيا وين الآن؟ لا، ما عندي وظيفة حاليا. إيش عجب يعني مثلاً؟ يعني أنت ما متعين لو؟ أي أنا ما متعين، يعني حتى أنت ما راغب بالتعيين لو؟ لا والله جاي فرصة التعيين ما جاي؟ تجي بس ما جاي تصير. تجي وما تصير؟ إي ما تصير، اعتبار الاختصاص يعني صعب تتعين. تتصور في حالة التعيين ممكن هذا يأثر على نتاجك بالمحتوى لو قد يتعمل؟ ما يأثر، بس ممكن يقل، يعني بس يقل. يعني إذا أنا بأسبوع أنزل 2 أو 3 فيديوهات ممكن يصير 1. أنت على اعتبار خريج واستفاديت من خبرتك وجيت أسس محتوى، هل حاولت أن تفيد الآخرين اللي بداية شغلهم بهذا الفن وصناعة المحتوى؟ أكيد يعني أنا من خلال كل أسبوع يمكن راسلني 1 أو 2، محمد هاي الدقة في فيديوهاتك شلون تجيبها؟ هاي الإضاءة شلون توزعها؟ فأنا تبخل عليهم بالإجابة؟ لا أبداً، أصعد ويا اتصال ساعة كاملة أشرح له شلون يخلي الكاميرا، شلون الطريقة، شنو نوع الكاميرا، شنو نوع الإضاءة، شنو نوع المايك. جميل. فأنا فنياً أبداً ما أبخل. يعني ممكن باكر أنه للمستقبل يفتح محمد العبودي معهد لتدريب على صناعة المحتوى؟ يعني بهالوقت أنا اتصال لي 4 سنوات بصناعة المحتوى، صعب. لازم أنت فد 10 سنوات أو 15 سنة بصناعة المحتوى إلا تفتح لك دورة أو واحد. يلا تقدر سوا. ها. يلا تقدر إنه. أي بالضبط. لأن حتى تكون عندك كل الخبرات. زين. توجه. هنا عندي سؤالين، يعني الوقت جاي يمر عندي شوي بسرعة. خلي آخذ أول مرة. رأيك بأن تكون ضيف في برنامج اسمه المحتوى الهادف، شنو يعني لك هذا؟ أن تكرم في هيش برنامج؟ هذا النتائج مال الأشياء اللي أنت جاي شنو تزرعها. فانه انت من تزرع 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 وبالاخير تشوف الثمره، هنا سعادتك راح تكون كبيره. انت سعيد بهذا الحب؟ اكيد طبعا، اكيد سعيد ان شاء الله، الله يديمها. اي ولا تنسى انه انت غالبيه يعني القنوات والفضائيات يدعمون المحتوى الهابط للاسف في التكريم. غالبيه؟ اي الغالبيه بصراحه. يعني ما تشوف بهذا بشيء من القسوه يعني؟ لا، لان لحد الان ما جاي اشوف هد قناه تكرم المحتوى الهادف. قليل جدا. اذا هذه سابقه محسوبه لقناه الامام الحسين، محسوبه لمؤسسه مصباح الحسين. هي كانت هسه سباقه لهذا الشيء. وهذا اكيد يعني هم كذلك توضيح للجمهور انه لما قررنا هذا البرنامج الاختيار ما كان سهل، لانه عدد الذين يقدمون المحتويات بالمئات، ولكن لما ريت تختار المحتوى الهادف تحتاج الى غربله وفلاتر كثيره.
حتى تصل إلى مادة تقتنع بأنها هادفة وممكن أن تخدم المجتمع، ممكن أن تخدم الأسرة، ممكن أن تحافظ على أخلاقياتنا وأعرافنا. لذلك محمد العبودي كان موجود ويانا بهذه الحلقة. أنت وجهت رسالتك إلى جمهورك، شنو أمنيتك من خلال المحتوى الهادف؟ شنو اللي ببالك تتمناه؟ وين توصل؟ بعد قلت لك هي الصدقة الجارية هي اللي تاخذك للجنان. بعد أنا أتمنى أن أكون رفيق صاحب الزمان بحربة، يعني هذه أمنية الجميع. من خلال المحتوى الهادف أنت هي تقدم مادة ترضي بها صاحب الزمان، هو هذا الطريق، طريق إلى هاي النهاية. يعني هاي أمنيتك اللي من خلال صناعة المحتوى. أرجو أقول لك أنه أنا أمنيتي هي الشهادة. هذا استذكار إلى حالة أخرى. تقريبا شارفنا على نهاية الوقت. الآن أنا بعد إذنك أريد أنه نقف على لوح التكريم اللي مقدم من مؤسسة مصباح الحسين، والمفاجأة اللي مقدمة لك من قناة الإمام الحسين أيضا نتعرف عليها. يلا شوف اللوح. يلا. المحتوى الهادف ببناء الإنسان تبنى الأوطان. قررت مؤسسة مصباح الحسين عليه السلام للإغاثة والتنمية التابعة لمكتب المرجع الديني الكبير سماحة آية الله العظمى السيد صادق الحسين الشيرازي دام ظله الوارف، واستنادا لفقرات ومواد النظام الداخلي للمؤسسة والمصادق عليها من قبل دائرة المنظمات غير الحكومية التابعة للأمانة العامة لمجلس الوزراء تكريم أصحاب المحتوى الهادف، وعلى ضوئه تقرر منح لوح المحتوى الهادف إلى خادمكم محمد عبد الأمير إبراهيم العبودي، تثمينا منها لما قدمه من رسالة إعلامية هادفة واعية مع خالص التمنيات والتوفيق والتوفيق. الشيخ مصطفى المحبتي استاهله شيء كبير صراحة، تستحقه، انت اهل لذلك ان شاء الله. الله يحفظكم. قناة الإمام الحسين حاولت انه تطرح الموضوع بشكل مميز بالنسبة لتكريمها، فلذلك اليوم محمد العبودي في برنامج المحتوى الهادف يمنح راية المحتوى الهادف، راح تصبح حامل لراية المحتوى الهادف اللي مقدمة من مجموعة قنوات الإمام الحسين ومؤسسة مصباح الحسين. شرف الله شرفتي بي بصراحة. شرفت الله يخليك. جمهور إلى حق عليك، وصناع المحتوى خصوصا الشباب أيضا لهم حق عليك. احنا نريد نعرف انت كيف تصنع المحتوى، شلون تجي عندك الفكره في صناعه المحتوى. فانت الان بالاستوديو، استوديو مكتب قناه الامام الحسين مكتب النجف، كيف تصنع المحتوى؟ اريد نعرف ممكن من خلال هذا المكان شلون تقدر تسوي محتوى. اجاوبك يعني؟ اي ما لا اريد، لا اريد عملي. اريد تلزم التليفون وتبلش تشوف شلون تسوي محتوى. اوكي تمام، خلينا الرايه. يعني وين تحب ننتقل؟ هناك يلا. ترويج الإعلام دائما ما يكون عكس الحقيقة حتى يثير الجدل ويسوي مشاكل بين مقلدين المراجع. أكو ناس تروج إنه أكو اختلاف بين المراجع، وإذا مرجع سوى فت شغلة الثاني يخالفه، وهسه راح أثبت لكم الشيء العكس. هذه قناة الإمام الحسين اللي متكونة من أكثر من قناة وأكثر من لغة مختصة للسيد صادق الشيرازي دام ظله. جت المباركات من آية الله بشير النجفي وآية الله الشيخ محمد إسحاق الفياض، وكذلك من الشيخ لطف الله الصافي الكل بايكاني. شكرا لكم أحبائي متابعي قناة الإمام الحسين عليه السلام الفضائية في كل مكان. انتهت حلقتنا مع ضيفي محمد العبودي في برنامج المحتوى الهادف، والبرنامج مستمر إن شاء الله. لكم من كادر البرنامج ومن إدارة مكتب القناة في النجف الأشرف ومن المخرج الحبيب سيد مهدي العلوي ومني في الإعداد والتقديم أحمد ماضي، أطيب المنى وأطيب التحيات. في أمان الله.